السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صحتك نعمة. صحة الإنسان هي أغلى ما يملك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد وصاياه: اغتنم صحتك قبل مرضك. إذن الصحة هي أغلى شيء ممكن يمتلكه الإنسان، هي رأس مال الإنسان. لو عندك صحة هتقدر تشتغل، هتقدر تعمل كل حاجة. لو ما عندكش صحة مش هتقدر تعمل أي حاجة. أعزائي المشاهدين، في حلقتنا النهاردة في برنامج صحتك نعمة بيشرفني أن يكون معانا الدكتور لقمان الحكيم، دكتور الكيمياء العضوية وقسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب. برنامجنا صحتك نعمة، وبنقول أن الصحة هي أغلى شيء ممكن يمتلكه الإنسان وأكبر نعمة وهبها الله للإنسان عز وجل. كي. الإنسان من غير صحة ما يقدرش يعمل حاجة، وخاصة لما بنلاقي في مجتمعنا الحالي وبنلاقي في الوقت اللي احنا فيه إن هناك أمراض ظهرت جديدة، أمراض ممكن تحد من قوة الإنسان ومن صحته. ومن الأمراض دي على سبيل المثال اللي احنا هناخدها النهاردة، بنلاقي مثلا مرض انتشر بطريقة رهيبة جدا، الغدة الدرقية. ده بيبقى للنساء وللرجال، وفي الأطفال برضو بنلاقي الغدة الدرقية، وبنلاقي برضو البروستاتا، ودي بتبقى عند الرجال بس وبتسبب لهم مشاكل كتيرة جدا جدا جدا، وبتكون سبب في إن هي ممكن تؤدي إلى مشاكل عديدة عند الرجال. النهاردة موضوع حلقتنا هيكون هنتكلم عن الغدة الدرقية وهنتكلم عن البروستاتا. الغدة الدرقية بتشمل النساء والرجال والأطفال. عاوز حضرتك النهاردة تديني نبذة عن الغدة الدرقية وتقول لي الغدة الدرقية ديت أسبابها إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كما هو معلوم أن الغدة الدرقية شخصت وعرفها مكانة الغدة الدرقية ومشاكل الغدة الدرقية، كل هذا معلوم طبيا، ولكن من باب التفصيل البسيط ومن باب التوضيح للمشاهد ليعلم من يعاني من هذه الغدة أو من كانت بدأت هذه الغدة عنده بالاضمحلال أو بالمتاعب وهو لا يشعر، أو من حيث لا يشعر أو من حيث لم تشخص طبيا، لأن هي لها أعراض وهذه الأعراض ظاهرة وواضحة. المفروض إذا ما بدرت أو بادرت هذه الأعراض عند الإنسان يبادر إلى زيارة الطبيب حتى نتلاشى ونتخلص من المشاكل التي تترتب فيما بعد. إذا استفحل الأمر وكبر فحقيقة الأمر الموضوع يصبح صعب للغاية جدا، لربما يؤدي إلى استئصال هذه الغدة الكبيرة المهمة جدا في جسم الإنسان. والغدة الدرقية طبعا هي إحدى أكبر وأهم غدد الجسم، أنا لا أقول الأكبر بالحجم ولكن من حيث الأهمية، أهمية كبيرة جدا لا تكاد أن تكون أيها الإنسان أن تتخلص أو تتخلى عن هذه الغدة إلا وتداهمك متاعب لا حصر لها ولا عد. لربما تكون الغدة الدرقية سبب تعاسة الإنسان في حالة فشل هذه الغدة، ولربما تكون سبب سعادة الإنسان. يعني كثير من الناس لما يقول الغدة الدرقية الموضوع شبه طبيعي وعادي، أي نعم إذا ما أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى وأصيب الإنسان بداء فعليه أن يصبر. أنا لا أقول على عدم الصبر، ولا أنا أقول الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب وأن تبادر بالتخلص من هذا الداء بالطرق السلمية والسليمة، لا بعض الطرق التي تؤدي بحياة المريض أو تؤدي بتعاسة المريض. الغدة الدرقية طبعا معروفة تفرز هرمون الثايرويد، وهذا الهرمون مهم جدا حيث أنه يتكون من نوعين. النوع الأول الثيروكسيد، الثيروكسيد ده مخبريا يرمز له بT4، هذا الهرمون الرئيسي في الغدة الدرقية. وهرمون آخر اسمه ثالث يود أو ثلاثي يود، وهذا الهرمون والعامل المهم في الأنسجة، في أنسجة الجسم. طبعا تأثيرات الغدة الفسيولوجية في جسم الإنسان كثيرة جدا. الغدة إذا زادت الهرمونات أو إذا نقصت الهرمونات، كل هذا يؤثر سلبا من حيث الزيادة ومن حيث النقصان، لأن الغدة لربما تكون نشطة
وفي حالة نشاطها تدمر الإنسان، وتتبع هذه الأمور أمراض خطيرة لا حصر لها. ساعات بنسمع يقول لك الغدة نشطة والغدة خاملة. والغدة خاملة. كسل الغدة الدرقية طبعاً، كسل الغدة الدرقية مهما فعلت من رجيم، مهما فعلت من زيارة الطبيب، مهما فعلت أنك أنت ما تأكلش، لا وزنك برضو هيزيد، بتسبب زيادة في الوزن لربما يوصل إلى 200 كيلوغرام. لأن كسل الغدة الدرقية خلاص ما فيش حرق عندك، ما فيش استقلاب للدهون والسكر، الحرق خلاص شبه انعدم. فالإنسان حجمه يفضل يزيد 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 حتى يصل إلى زيادات غير محمودة. ولربما بعض الأحيان المريض أو من يعاني من الغدة الدرقية، من كسل الغدة الدرقية، يزور الطبيب طبيب التجميل خاصة النساء، عايزة تنحف، فالدكتور يشخص لها عملية جراحية لنحت الجسم أو تكميم المعدة أو ما شابه ذلك، من غير أن يتتبع خطوات المريض هل هو مصاب بمرض ما. طبعا أنا لا أتهم الأطباء، بل كلهم على علم وذو فضل، ولكن أنا أقول لربما يغفل بعض الأحيان المريض أو يتناسى أن يذكر لطبيبه أنه مصاب بمرض الغدة الدرقية وخاصة النساء، وتذهب إلى نحت الجسم أو نحت الجسم، وهذا طبعا لا فائدة فيه، هنخسر الفلوس، وفيما بعد هترجع طبعا. أنت عندك ما فيش عندك حرق دهون ولا عندك ما فيش حاجة عندك. أنت المنظم الرئيسي للوزن المثالي أنت خلاص فقدته من خلال كسل الغدة الدرقية طبعا، وتنشط الغدة الدرقية. فإذا نشطت الغدة الدرقية تحرق الدهون، وعملية الاستقلاب تزداد جدا بفاعلية كبيرة لربما يصل إلى 100، طبعا هي من 60 إلى 100 بالنسبة عملية الاستقلاب. وهذا طبعا من عندما تصل 100 أو لربما يزيد لا تبقي لك أي طعام تأكله. طبعا تحرق بشدة، الاستقلاب يزيد بشكل غير طبيعي وغير محمود، ما يؤدي إلى نحافة الجسم، نحافة شديدة جدا، والأمراض التي تترتب على هذا الأمر طبعا خطيرة للغاية. دكتور رح أروح معك لمخاطر الغدة الدرقية، لو أهملنا الغدة الدرقية وأهملنا علاجها، المخاطر اللي بتؤدي إليها إهمال الغدة الدرقية، هل الغدة الدرقية ممكن تسبب والعياذ بالله أورام في الجسم أو أورام للغدة الدرقية؟ هو حالة إهمال الغدة الدرقية طبعا، كسلت نشطت الغدة الدرقية، أنت ما أخذتش بالك، أخذت بالك رحت للطبيب أعطاك هرمون صناعي بدل الهرمون الطبيعي الذي كان يفرز من الغدة، طبعا لربما تتحول إلى أورام سرطانية طبعا، هذا شيء أكيد. فإهمال الغدة لربما يتحول إلى مرض سرطاني أو يؤدي إلى متاعب خطيرة في جسم الإنسان ما لا يحمد عقباه. نحن نقول زيارة الطبيب والتشخيص المبكر هو سبب رئيسي لإعادة الصحة، فلا نهمل أي شيء في الصحة. دي صحة، أنت الآن حضرتك في المقدمة ذكرت أن الصحة تاج، فالصحة بلا شك أنها شيء كبير جدا، ويجب على الإنسان أن يتوخى الحذر من أي مرض يصيبه. إهمال الغدة الدرقية مرض خطير جدا، ولربما يؤدي بحياة الإنسان أو إلى سرطان الغدة الدرقية يا ستر يا رب. وبعدين العلاج هيبقى صعب جدا، والإنسان هيفضل عايش طول عمره على الهرمونات الصناعية. طيب هنروح بقى لحضرتك والعلاج اللي حضرتك ابتديت تشوفه للغدة الدرقية وإنه بيساعد على شفاء الغدة الدرقية، تكلمني عنه. في عندنا إزازتين اثنين من الخلاصات العشبية، خلاصة مائية وخلاصة زيتية، استخلصت به هذه في هذه المكونات أو بهذه المكونات الأعشاب المفيدة النافعة إلى الغدة الدرقية بفضل الله سبحانه وتعالى. ما يكاد أن يأخذ من هو مصاب بالغدة الدرقية إلا وشفي شفاء تاما بفضل الله سبحانه وتعالى بإذن الله. والله أنا لا أذكر أني أعطيت واحد ولم يشفى من الغدة الدرقية إلا الذين عندهم متاعب أدت إلى تحول الورم من حميد إلى ورم سرطاني، فهذا طبعا يعطى علاجات أخرى. أما هذا العلاج ولله الحمد، أنا أبشر حتى
السادة المشاهدين والأخوات والذين يصابون أو مصابين بهذه المشكلة العويصة والكبيرة، أنا أقول لا نتعجل أبدا في استئصال أي شيء من جسم الإنسان. أنا لا أستعجل حتى في الأظفر، في الظفر البسيط لا أستعجل باستئصاله. علينا أن نتأنى، لربما الغدة الدرقية بعض الأحيان الطبيب يشوف هي لها فصين، يقول لك نستأصل فص ونترك فص آخر، اللي فيه متاعب يستأصله الطبيب، وهذا طبعا شيء جيد من الأطباء، والتفاتة لطيفة من العلم يعني أنه يستأصل القسم المصاب ويترك القسم أو الجزء السليم أو الضعيف. أنا أقول حتى في هذه الحالة لا نستأصل حتى جزء واحد، لا نستأصل، نبادر في علاجات كثيرة كثيرة جدا. اذهب إلى أطباء الطبيعة، أنا أعتقد ستجد ضالتك في هذه المسألة. يعني أنت حضرتك بتنصح أنه ما يتسرعش، لا أتسرع، ويروح يشيل الغدة الدرقية ويلجأ للتدخل الجراحي، الأطباء ياخد العلاج الأول ويشوف النتيجة. أطباءنا الكبار الكرام اللي أطباء التقليديين هم طبعا أطباء أساتذة فطاحل، اللي يعطى للمريض هو هرمون صناعي بدل الهرمون الطبيعي، ولكن سنجد بدائل عند أطباء الطبيعة، سنجد بدائل. إن الموضوع أنا الغدة كسلانة، أنا ممكن أرجع أن أعيد نشاطها إلى وضعها الطبيعي ويعود، وهذا لمسناه من خلال التجارب ولله الحمد، أن الغدة الطبيعي تعمل من جديد وليس وكأنما لم يكن بها شيء قط. يعني الدواء اللي حضرتك استحضرته ده بيساعد على الشفاء بإذن الله من الغدة الدرقية طبعا، في خلال المدة قد إيه ممكن يستمر على هذا الدواء؟ والله هي المدة حسب الحالة المرضية التي وصل بها الإنسان بنفسه، هو اللي وصل نفسه، وإن كانت ستكون أفضل من أنه يستأصل. طبعا أنا أقول يعني واحد لسه بادي عنده الغدة الدرقية ولسه بادي وزنه يزيد، كسل عنده لسه بادي وزنه يزيد، أفضل لو استمر على هذا الدواء حتساعده إن شاء الله أنه هو تشفى الغدة الدرقية. أفضل من واحد يجيلي أو ست تجيلي وزنها 200 كيلو بقى لها سنين تعاني من الغدة الدرقية. طبعا هذه الموقف بها سيطول، طبعا المقام بها عند هذه السيدة سيطول، ولكن يعني كلما بادر من 3 أشهر إلى 6 أشهر. إلا اللواتي الأخوات بصورة خاصة يعني وصل بهن الأمر إلى زيادة الحجم غير الطبيعي، زيادة مفرطة، قال لها أن الغدة لا تعمل خلاص هتستأصل، لازم نستأصلها، بس هي قالت لك لا أنا مش هستأصل، أنا هعيش على الهرمونات. تمام؟ طبعا لربما نطول يطول بنا المقام إلى وقت أطول من 6 أشهر، ولكن المدة الزمنية التي بإذن الله تعالى تعيد عمل الغدة إلى عملها الطبيعي ويرجع وترجع الهرمونات تفرز بالوضع الطبيعي هي من 3 أشهر، وهذا الغالب طبعا إلى 6 أشهر، ما بين هذا وهذا. هو عبارة عن زوجتين؟ نعم زوجتين، حتى احنا يعني سميناهم زي البروستاتا. وداعا، احنا لا نقول وداعا للغدة الدرقية خلاص مش عايزيها، ولكن نقول وداعا لمشاكل الغدة الدرقية. وداعا لمشاكل الغدة الدرقية. نعم وداعا. بياخد الازستين الجرعات بتبقى قد ايه؟ يعني بياخدهم مره او مرتين في اليوم او ثلاثه؟ هي 3 مرات. 3 مرات في اليوم، 3 مرات الصبح وظهر وليل. ومسح بسيط على الغده، ومسح يعني في منهم حاجه بتتشرب وحاجه بتتمسح من نفس الازايز. يعني احنا هنشرب وهندهن من نفس المكون، من نفس المكون، مره ندهن من الخلاصه المائيه ومره ندهن من الخلاصه الزيتيه. طبعا والخلاصات المائيه والزيتيه وضعت فيها بعض المكونات العشبية والطبيعية ما لا تقدر بثمن. يعني أنا لو سألت أي إنسان عن العنبر الخام الذي أذكره بعض الأحيان في بعض الحلقات، العنبر الخام، تصور أنت العنبر الخام وصل الكيلو بتاعه إلى 350,000 جنيه و500,000 جنيه. يعني الجرام الواحد وصل إلى 500 جنيه، يعني الجرام الواحد. تصور أنت خلاصة هذا المكون العجيب، المكون البحري أو الذي تفرزه الحيتان من ضمن مكونات التركيبة،
فالتركيبة متعوب عليها جدا بصراحة. أيوة. وهي ليس غالية الثمن. حتى لا يتصور المرء يقول لكم مال يعني أيوة لو أيوة. كانت بال هذه من ضمن إضافاتها، ولكن هذه تكون النسب القليلة لأنها لا تقبل طبيا أو أصلا أن تضاف بنسب عالية. أيوة. لأنها لها تأثيرات جانبية. أيوة. ولكن إذا أضيفت بالتقنين العلمي طبعا ستكون بفضل الله لها دور كبير في إعادة الغدد وعمل الغدد، وهذا معلوم طبيا. إذا نقول للغدة الدرقية وداعا لمشاكل الغدة الدرقية. نعم. إذا تناولت هذه الأدوية. نعم. وهذه الأعشاب الدهان والمس، إذا بإذن الله ستكون الغدة الدرقية مفيش مشاكل ولا جود باي غدة درقية. جود باي طيب. خلاص. دكتور هتنقل معاك لحاجة مهمة جدا، وهي بقى من أحد الأمراض اللي بتصيب الرجال وبتبقى ليها مشاكل خطيرة جدا عند الرجال. هذه المشاكل وهذا المرض هي البروستاتا. البروستاتا شيء مهم جدا، مشاكلها خطيرة جدا بالنسبة للرجال. هتكلمني عن البروستاتا بشكل مبسط، ونعرف يعني ايه الناس البروستاتا والمشاكل اللي بتقوم بها البروستاتا عند الرجال. طبعا حضرتك هذه ليس الحلقة الأولى بالنسبة للبروستاتا، احنا البروستاتا أصحابنا فيها كثيرا. احنا هنقول اللي ما شفناش بنقول له اللي ما شفناش وتكلمنا فيها ووضحنا فيها الأمور. أنا أريد أن أذكر موضوع مهم جدا. تفضل. وأكرره طبعا دائما حتى ألفت انتباه المشاهد الكريم في هذه المسألة ومن لم يستفد من العلاج. أنا أقول دائما الإنسان مهما كانت قدراته هو ليس الإله، هو مجرد سبب يوصل الإنسان أو يدل الآخر أو يدل المريض عليه على علاج معين. لربما بعض الناس لا يستطيع أن يصل بنفسه إلى ضالته فيصل به غيره. البروستاتا أخذت أو صرفت منها آلاف العلم ولله الحمد، الفوائد جمة وكبيرة جدا. أنا لا أريد الذين لم ينتفعوا اللي هم 30 أو 40% لم ينتفعوا تكون عندهم ردة فعل في هذه المسألة ويتمعض ولربما يقول أنا خسرت فلوس. أنا أقول لمن لم يستفد، وهذا وارد طبيا، أي طب في العالم ليس هناك نتائج 100% على وجه الإطلاق. تمام. على الأقل تقدير 90% 95%. أما 100% هذه يعني من الصعوبات أو من الصعوبة بمكان، وهذه لله وحده سبحانه وتعالى. أما نحن كبشر نصيب ونخطأ. هذه العلاجات أو هذه المكونات الموجودة التي أعرضناها أكثر من مرة وفي أكثر من موقف وشرحناها شرحا تفصيليا بأنها تذهب بمشكلة البروستاتا على وجه الإطلاق وتحل مشكلة البروستاتا في أيام، وبعض الأحيان في شهر، وبعض الأحيان في شهر ونص. الموضوع يختلف من شخص إلى آخر. يعني بعض الأحيان تصل علي بعض الناس، بعض الرجال الذين أخذوا هذا المكون أو هذه المكونات بعد أسبوع يشكر ويمدح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه قد تعافى من الغدة الدرقية. يقول له حسبك، لا أنت لسه ما طلعتش منها يا حبيبي، أنت لسه عندك مشكلة ولكن الأعراض لربما اختفت. وفي ناس تتصل في 15 يوم يقول لك أنا والله لسه ما حصل ليش، يعني أنا لسه تعبان. نقول له كمل الشهر. بروستاتا. كمل الشهر. بالشهر يبقى كويس والأعراض تختفي. بعض الأحيان بالشهر ونص ويقول لي أنا والله لسه تعبان. يعني النهاردة بالمناسبة اتصل واحد من القاهرة قال لي والله أنا أخذت العلاج بتاعكم بقى لي 45 يوم أنا تعبان. أنا لسه ما بقتش كويس. طب اعرض علي الموضوع. فعرض الموضوع، وجدت الموضوع خارج عن البروستاتا شوية. يعني في متاعب أخرى المفروض إحنا نتابعها خارج عن موضوع البروستاتا. ما أريد قوله إن لربما الإنسان الذي يأخذ العلاج ولم يتابع نفسه، أنت يا أخي اشتريت ودفعت فلوس ولا أخذت ببلاش؟ أنت اشتريت فلوس. دفعت فلوس. طيب تخسر انك تتابع. انت ما انتفعتش. ولكن 60% انتفع. ادعوا الله لهم واحمد الله على ان اخوانك شفوا شفاء تاما مطلقا. انت من لم تشفى او
عندك بعض المتعلقات يا أخي اتصل علشان نعرف نوصلك إلى الهدف اللي إحنا عاوزيه واللي أنت عاوزه. لابد من المتابعة. فمن لم نأتي معه بنتيجة بأمر الله، لم يأذن الله في شفاء هذا الرجل، هنعمل إيه إحنا بقى؟ قول لي أنت هنعمل إيه؟ أنا ممكن أقول لك نعمل إيه؟ أتفضل. نرجع له فلوسه. والله بنرجع فلوس. أيوه. إحنا أي واحد يخليه يقول أنا اتصلت وما حدش رجع لي فلوسي. لا، بنرجع له فلوسه فعلاً حقيقة، يا إما يبعت حد ياخذها أو يدي لنا اسمه ونحولها له عن طريق البريد. تمام. تمام؟ فالموضوع مش مجرد ضحك على الدقون ولا لا، ده علم. وعلم نريد أن نخرج به إلى النور. خلاص وضعناه على طاولة الحوار. وثم بدأنا به تجارب كبيرة ولله الحمد. وثم عرضناه على الجمهور. فلا بد أما أن نكون قدر المسؤولية، أما أن المشاهد الذي أخذ ولم ينتفع ألا يخدع نفسه. يا أخي لا تخجل، اتصل على الكول سنتر، خذ نمرة الدكتور لقمان واتصل، وبإذن الله تعالى أما سنصل بك إلى مرحلة الشفاء، أما أن تأخذ فلوسك وكأنك لم تفعل. دكتور، هروح معك لمشكلة في البروستاتا، وهي البروستاتا شيء مهم جدا بالنسبة للرجل، لأن بتأثر عليه في التبول وبتأثر عليه في الحالة الجنسية، فبتكون المشاكل جامة جدا للرجل وبتسبب له يعني تأثير سلبي في حياته. بفضل الله العلاج اللي حضرتك قمت بالبحث فيه وقمت باستخراجه، وإن هذا العلاج يكون قدامنا دلوقتي على الطاولة اللي قدامنا دلوقتي والترابيزة اللي قدامنا، ده نتيجة بحث كثيف جدا ونتيجة مجهود عظيم جدا قمت بيه حضرتك والناس اللي معاك، وصلت بيه لهذه النتيجة. النتيجة دي حضرتك بتقول لي الحمد لله ليها نسب شفاء عالية جدا ونسب كبيرة جدا بالنسبة للرجال. هل النتيجة دي بتأدي لأن بعض الرجال أصبح ما يروحش للطبيب دلوقتي عشان يستأصل البروستاتا؟ طبعا مسألة الذهاب إلى الطبيب بلا شك أن المريض مش هيجي لك على طول إلا بعد زيارة الطبيب، بعد ما راح لكذا طبيب طبعا. كامل هو يجي لك خلاص، لأنه بقى لخمس ست سنين عشر سنين يراجع الطبيب والموضوع يتأزم كل يوم في جديد. كانت الغدة 30 دلوقتي 40 50 100 110 120 توصل إلى 1000 1200 في حالة الأمراض الخبيثة. فالنتائج تقريبا تكون شبه معدومة. الطبيب العلم اللي موجود إنه يدي لك مدرات بول، يدي لك يعني هو ده الموجود. هو يعمل إيه الطبيب يعني؟ هو يا يستأصل يعني في حقن الآن، حقن في العروق المؤدية إلى البروستاتا حتى يقطع يحبس عنها الدم ثم تضمحل تضمر وتموت. فهذا أيضا علم جديد لا بأس به، ولكن أنا أقول أن الغدة هذه تؤثر طبعا على مجرى البول بشكل سلبي كبير جدا، ولربما تحبس مجرى البول تماما وتؤدي بالإنسان أو يحدث منها آلام، تحدث منها آلام شديدة جدا، وكثرة الذهاب إلى الحمام مرات عديدة تصل بعض الأحيان إلى أكثر من 100 مرة في الساعة. الوضع العاطفي بالنسبة للرجال طبعا يؤثر تأثير سلبي، الغدة الدرقية لها تأثير سلبي جدا. وفي من خلال الدراسة التي يعني عملناها على بعض الرجال وجدنا أن العلاج له تحسين في هذه المسألة تدريجي حسب تحسن غدة البروستاتا. فعندما تتحسن غدة البروستاتا يتحسن الوضع العام الصحي بالنسبة للرجل، وهكذا شيئا فشيئا حتى يتخلص من موضوع البروستاتا. لأن البروستاتا وزنها خلاص نقول هي وصلت إلى حجم 60، لما تكون 40 هتكون أفضل، لما تكون 30 هتكون أفضل. كلما قل التضخم كلما طبعًا زادت كفاءة البروستاتا، زادت كفاءة البروستاتا وقلت مشاكلها التي أثرت بها أو عليها هذه الغدة. فالموضوع يحتاج شوية يعني شوية صبر، شوية صبر. التحلي بالصبر، استئصال البروستاتا والله أنا لا أحبذه يعني، ولكن إذا كان الموضوع
منه ولا بد من الاستئصال. وصل حجم البروستاتا إلى حجم أنه لربما يتحول إلى سرطانية حول حسب رأي الطبيب، عندئذ خلاص يعني بعض الشر أهون، هنعمل إيه؟ هنسيب الموضوع متأزم؟ لا، نستأصل، ولكن الاستئصال يكون في آخر شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام آخر الدواء الكيل. لا أقطع على طول، ولكن القطع يأتي بعد يأس كبير ومتابعة شديدة، فإن لم تجد فلا بد من الاستئصال حينئذ. إذن حضرتك التركيبة هي من الطبيعة؟ طبعا كلها مكونات طبيعية، كلها عشبية وبحرية. احنا يعني بنقول ليه كده من الطبيعة؟ عشان المشاهد يبقى شايفنا وعارف ان كل المكونات اللي انت بتاخدها دي مكونات طبيعية، يعني مش هتضرك، بالعكس دي بتفيدك، لانها من الطبيعة، من خلق الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقها وهو اللي صنعها. احنا مجرد اللي احنا بناخد هذه الاعشاب او هذه المكونات الطبيعية وبندخلها طبيا على اساس ان احنا نبتدي نعمل لك منتج او نعمل لك دواء يساعدك في الشفاء. طيب انا ممكن الفت انتباه المشاهد، من ضمن مكونات البروستاتا، من ضمن المكونات التي دخلت في علاج البروستاتا او في عشب البروستاتا هذا، الفطر الريشي مثلا. لو الان الانترنت لم يترك شيء إلا وتكلم فيه موجود كل شيء، فأنت إذا كتبت فوائد الفطر الريشي انظر إلى إسهاب العلماء والأبحاث العلمية على هذا العشب، على هذا الفطر العجيب، حقيقة عجيب. أنا أول مرة أسمع عنه بصراحة. أول مرة أسمع عنه. الفطر الريشي هذا طبعا هو موجود في دول آسيا أكثر شيء، ولكن من العجائب في دفع الأمراض السرطانية، في إعادة صحة الرجل، في إعادة الصحة بصورة عامة، في عضلة القلب، في الكبد، في كله. يعني هذا العشب له العجب العجائب في إعادة صحة الإنسان. فضلاً عن ذلك، وضعنا مكونات مدرة للبول، لربما يأتينا من يعاني من ارتفاع الضغط ويأخذ مدرات بول حتى يستغني، لأن مش هياخد الاثنين، مش هيعرف، هيروح الحمام كثير فمش هيعرف، فهيستغني عن المدرات الصناعية إلى المدرات المنظمة الطبيعية. منظم طبيعي. شوف أنت قلت يا حضرتك اللفظ هنا، منظم طبيعي. أيوة، حتى لا يعني نستهلك الجسم من كثرة الإدرار أجلك الله وتحدث في الكلى متاعب. لا، يختلف المنظم الصناعي أو المدر الصناعي. المدر الصناعي يؤثر سلبا على الكلى، ولربما يحدث منه مشاكل كبيرة في الكلى تحدث. أما هذا فهو ليس له علاقة في المشاكل. حتى لا أتهم، أنا لا أقول إن استخدام الأعشاب ليس فيه مشاكل، لا يا حبيبي فيه مشاكل، ولكن إذا كان بطريقة غير علمية، وإذا كان التقنين غير علمي تحدث بلا شك مشاكل. أكيد. ولكن المكونات الموجودة راعينا فيها من يعاني من سرطان البروستاتا، فبإذن الله تعالى ستخفف عنه سرطان البروستاتا، ولربما تصل به إلى درجة السلامة. واحد، من يريد أو من وصل به المطاف إلى أن تتحول الغدة عنده إلى غدة سرطانية، تمنع هذه المكونات الموجودة بفضل الله تحول الغدة من غدة طبيعية أو ورم حميد إلى ورم سرطاني، تمنعه بفضل الله تماما. وحتى لو كان هناك مرض ناشئ أو يريد أن ينشأ في الجسم كله، إذا تناول هذه عن طريق خلينا نقول الصدفة، أنت عندك دلوقتي بروستاتا، أخذت العلاج وهناك مرض يريد أن ينشأ، مرض سرطاني، بفضل الله إذا ما تناولت هذه العشبة سيقتل هذا المرض في مهده أو يمنع انتشاره. وضعنا فيها مكونات لصحة الكلى، لأن كله مرتبط كجهاز بولي، كله مرتبط في بعضه. أي. فالبروستاتا على الكلى، على الحالب، على المثانة، كله هذا الجهاز وضعنا فيه مكونات ما تحسن الجهاز البولي بصورة عامة. يعني أنا أقول حتى من لم ينتفع من العلاج تحسن عندك الجهاز البولي من حيث لم تشعر، قتلت عندك بعض الخلايا السرطانية من حيث لم تشعر. فالموضوع بصراحة كبير جدا، وهذا البحث أو هذه المكونات
يعني متعوب عليها. خلينا نتكلم في اللغة، نقول تعبنا عليها حقيقة. أنا والله أذكر يعني في مجهود للبحث العلمي هنا. الأستاذ ولي لما كان يتصل يقول لي الله يخليك الله يهديك علاج البروستات. يا عم الناس بتتصل وبتستغيث، أقول له ليس بعد، نحن في طور التجارب، سيبني شوية. طب أقول له خلاص أنا يعني أدي خلاص. ففعلا حقيقة يعني الموضوع يعني تعبنا عليه ومش عايزين نقول خسرنا عليه. خسارة دي آخر حاجة، ما فيش بحث علمي يتم إلا بعد الخسارة، هذا ما لا شك فيه طبعا. فإحنا تعبنا عليه فعلا ووضعنا فيه مكونات حقيقة، اللي ما عندوش حاجة وأخده هياخده من أجل ما تبقى من الفوائد. حتى النساء حتى النساء ممكن تاخده، بس هي ما عندهاش بروستاتا. ولكن إذا كان للصحة العامة وعندها مشاكل في الجهاز البولي، أنا أقول تأخذ رقم ثلاثة، لأن اللي إحنا عملنا هنا ثلاث أرقام، رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. دول بقى اللي هتكلمني عنهم بقى وتقول لي رقم واحد العلبة الحمراء إيه والخضراء إيه والزرقاء إيه. تمام. رقم واحد اللي هو ده العلاج الرسمي والرئيسي للبروستاتا، اللي هي العلبة اللي هي لونها أحمر. رقم واحد خلينا نشوف دي اللي هي دي. هذه العلبة هذه رقم واحد. تمام. هذه العلاج الرئيسي. هيقول لك بقى العلاج الرئيسي بقى ناخدها وخلاص، أقول لك لا، ما ينفعش تقول لي هاخدها وخلاص. أخدها وخلاص دي لو أنت عايز تقرر علاجك بنفسك. أما لو أنت عايز من يتابعك ومن يريد بك خير، فأنا أقول لك لا، مش هتاخدها لوحدها، لابد أن تأخذ كل الكورس كله حتى نصل بك إن شاء الله إلى درجة السلامة. دي الرئيسية، وما تبقى المنظمات المكمل والمكملات لهذا المنتج الرئيسي. فالموضوع بصراحة لازم معاه العلبة رقم اثنين الأزرق والأخضر. لابد. رقم اثنين، تصور أنت رقم اثنين إحنا وضعناه ليه؟ ليه؟ أنا هسألك بقى ليه؟ وضعناه للأورام الحميدة والأورام السرطانية. لو كانت هناك أورام سرطانية يعمل الجسم كله لا تشمل، طب لماذا لو كانت أورام سرطانية أو حميدة في بقية الجسم تستجيب قبل البروستاتا؟ أصعب غدة في العلاج البروستاتا. ليه؟ ما بيوصلهاش دم بشكل كافي. الدم اللي بيوصل للبروستاتا قليل جدا، فلذلك علاج هذه الغدة من الصعوبة بمكان حقيقة، وعجز العلماء على أن يفعلوا لها شيء. مش قادرين علماء الأمة بتفكر على أن تصل إلى نتيجة إيجابية قوية علاجية بالنسبة إلى سرطان وغدة البروستاتا، مش قادرين. فحتى لمن لم يستجب، يا أخي علماء الأمة لم يفعلوا شيء. فأنت إذا لم تستجب لهذا العلاج فهناك غيرك الكثير، ولله الحمد استجاب. وشوفي على كل حال المكونات هذه رقم واحد لها دور كبير للبروستاتا وبشكل رئيسي، رقم اثنين خاص بالأورام إن كانت حميدة أو أورام سرطانية، رقم ثلاثة مدير بولي درجة أولى منظم يحارب بعض الخلايا السرطانية، ينشط الجهاز الهضمي، ينشط هنعيد عليهم تاني الكبد. أي نعم عندنا الحلقة خلاص قربت. لا هنعيد عليهم، هناخد فاصل ونرجع عليهم تاني. طيب لا فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بعد قليل، خليكم معانا وتروحوا في أي حتة، برنامج صحتك نعمتك. فاصل ونعود إليكم بعد قليل. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبرنامج صحتك نعمة. فعلا الصحة نعمة، وزي ما تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تكلمنا في الجزء الأول حضرات المشاهدين بالنسبة لعلاج الغدة الدرقية، وتناولنا العلاج بالغدة الدرقية، وقلنا إن المنتج معانا النهاردة بيحاول بقدر الإمكان وبإذن الله بيكون في نسب شفاء عالية جدا للغدة الدرقية. وتكلمنا عن البروستاتا وقلنا إن المنتج اللي معانا النهاردة أعزائي المشاهدين
بيساعد كتير جدا 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 على الشفاء من البروستاتا، الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن المنتج اللي معانا تم البحث عليه وتم عمل بحث علمي عليه كبير جدا، الى ان وصل الدكتور لقمان ومن معه في البحث الى هذه النتيجه وهذا المنتج اللي بيساعد باذن الله على شفاء كثير من المرضى. برجع تاني للدكتور لقمان الحكيم، دكتور الكيمياء العضويه قسم الادويه الطبيعيه وخبير الاعشاب والتركيبات الطبيه. دكتور، لفت نظري في الجزء الاول من الحلقه واحنا بنتكلم عن البروستاتا شيء مهم جدا. احنا عارفين ان المنتج هو البروستاتا عموما هي مرض بيصيب الرجال، ولكن في هذا المنتج اللي احنا بنتكلم عليه لاحظت من حضرتك كلمه خدتني، قلت لي ان المنتج دوت بتاع البروستاتا برضو بيفيد النساء. وهي النساء ملهاش علاقه بالبروستاتا ولكن بيفيد النساء، والجمله دي شدتني. يعني تقول لي ازاي بيفيد النساء المنتج اللي معانا النهارده؟ هو طبعا مش كله كمنتج يفيد النساء، ولكن احنا نقول مثلا ممكن رقم 3 حتى رقم 2 من كانت تعاني طبعا من اورام. ما نقولش خدي رقم 2 وخلاص على كده، لا لا طبعا. لا، نشوف الاشعاعات ونشوف التقارير ونشوف التحاليل ونشوف الدنيا وبعدين نقرر العلاج. وغالبا الامراض السرطانيه تكون ارشادات. ارشادات ولله الحمد، والله عندنا من الشفاءات خاصه للرحم والثدي والله ما لا يحصى عدده. ولله الحمد عندنا شفاءات كبيره جدا وكثيره جدا الاورام السرطانيه. انا حتى بالمناسبه يعني احنا بعيد عن موضوعنا جدا اورام الثدي. من كانت تعاني من اورام الثدي اياك ان تستأصلي، حرام عليك ان تفتقدي ان تفقدي جزء مهم جدا من جسدك. ما تستأصليش. هتقول لي انت الضامن، او اقول الله سبحانه وتعالى هو الضامن. انا كبشر، ولكن انا باذن الله تعالى ساكون معك لحد ما اخلصك من الموضوع تماما ويرجع الوضع طبيعي وما فيش حاجه اسمها عندها انا عندي ما فيش استئصال. انت خدتني الموضوع استئصال الا الموت. واحد عايز يموت يقول لك استنى خلاص هيموت يبقى استأصل لحاجه اللي هتموته. اما في حاله ورم في الثدي واروح استأصل، طب ده انا كده بقى هتخليني يعني هاخد وعد من حضرتك ان احنا نفرد حلقه لموضوع اورام الثدي، والمنتج اللي حضرتك عامله لعلاجات امراض الثدي لازم يكون معانا ان شاء الله في حلقه من الحلقات، على اساس الموضوع ده مهم جدا وبيهم النساء يعني عامه، مش هنقول خاصه، جميع النساء مهتمين بهذا المرض. مرض اورام الثدي بيسبب ليهم هلع وخوف رهيب جدا في ان هي تروح تستأصل جزء من ثديها او تستأصل الثدي. دي حاجه يعني بتبقى هي شايفه ان الموضوع ده بيسبب لها الام نفسيه رهيبه. حضرتك بتدينا بشرى النهارده لكل امراض الثدي ولكل النساء ان انت ما تستعجليش في ان انت تروحي تستأصلي الثدي، ولكن مع العلاجات الطبيعيه وبنأكد عليها هيكون في نسب ان شاء الله شفاء عاليه جدا. ده وعد من حضرتك اللي احنا نفرد حلقه ان شاء الله، نفرد حلقه لحلقه لاورام الثدي ان شاء الله، لان ده موضوع مهم جدا للنساء، ويهمنا طبعا ان النساء طبعا يكونوا في احسن صحه واحسن حال، ان هم عمود الاسره زي ما بنقول، وان بدونها الاسره لا تكتمل. دون المراه في البيت هنموت احنا خلاص بقى، يعني ما لناش عيش من غيرهم زي ما بنقول. طب هرجع لحضرتك تاني وارجع للبروستاتا المهمه جدا للرجال بقى، نرجع للرجال تاني. تمام. برضو خدت من كلام حضرتك ان العلاج ده بيساعد على القدرة الجنسية للرجل. طبعا انا بس اخذ جزء بسيط من الوقت. بالنسبة للرقم 3 طبعا احنا قلنا رقم 2 رقم 3 لماذا هو مهم للنساء؟ اذا من كانت تعاني من مشاكل في المسالك البولية تأخذ رقم 3 لانه رائع جدا في ادرار البول، في إذابة إن كانت هناك ترسبات رملية أو بعض الصديد، فهذه العلبة رقم 3 متخصصة وكأنها في هذا الموضوع. بالنسبة إلى الرجل طبعا قلنا فيما سبق أن العلاج كله هو له. بالنسبة للرجل إذا المصاب بغدة البروستاتا أو من يعاني من غدة البروستاتا يأخذ الكورس كاملا 1 و2 و3، 1 منه علبة واحدة، 2 رقم 2 منه علبتين حتى ناخذ وقت اطول، ورقم 3 منها علبتين. طبعا يحسن من وظائف البروستاتا، يقضي على التورم ورم البروستاتا. الحميد، اما الغير حميد له شأن اخر
بإذن الله تعالى سيساعد، ولكن إذا كان هناك ورم غير حميد فعلى المشاهد أن لا يطلب المنتج، ولكن عليه بالاتصال والاستفسار. وضع البروستاتا سينزل بإذن الله تعالى حجمه، لا أقول فورا ولكن تدريجيا إن شاء الله إلى أن يصل إلى الوضع الطبيعي. كل المشاكل التي كان يعاني منها الرجل قبل العلاج ستنتهي، من كثرة التبول، من حرقة في البول، من وضع عائلي، كله بإذن الله تعالى سيتحسن تدريجيا، من لم يكن هناك عنده بعض المشاكل التي تؤدي إلى ما ذكرت من غير البروستاتا. لربما يكون هناك ضعف طارئ بعيد عن الموضوع، بعيد عن موضوع البروستاتا، لربما يكون عنده مشكلة في القلب، لربما يكون عنده مشكلة في الكبد، مشكلة في الكلى، مشكلة في الدماغ، مشكلة صحية أدت إلى هذا الضعف. لا يشترط أن تكون البروستاتا، لربما يكون الإنسان مصاب بغدة البروستاتا وعنده بلاوي تانية ويرمي الموضوع على البروستاتا. ولكن من كان يعاني من الضعف عليه الاتصال. تمام دكتور، حياخدني أنا بفتكر كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. بياخدني الحديث لأن أنا بقول إن في التركيبة اللي أنت حضرتك حاططها هي تركيبة مش لحاجة واحدة بس أو لعضو واحد بس في الإنسان وهي البروستاتا، ولكن هذه التركيبة أنت شملت فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع أعضاء الجسم، وإن شايف إن هي بتعالج الضعف الجنسي، بتعالج الكلى، بتعالج المشاكل عند المرأة في البول، بتعالج حاجات كتيرة جدا. أنت جات لك الفكرة إزاي إن أنت وأنت بتحط زي ما تكون كنت حاطط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيك وأنت بتحط هذه التركيبة، بإن أنت بتساعد مش حاجة واحدة بس، بتعمل على إن هذا التركيبة تكون مساعدة لجميع أعضاء الجسم؟ هي ليس لأعضاء الجسم جميعا، حتى يعني لا يصل غالبية أعضاء الجسم، ولكن ليه هو الوظائف اللي هي بتكتمل مع بعض هي اللي احنا هنتكلم عنها. احنا قلنا البروستاتا مرتبطة، ترتبط في المجرى البولي كله. تمام، يعني بتأثر على مجرى البول. طب لما تأثر على مجرى البول يبقى أنا لازم أدي مدر بولي. تمام، طيب طبيعي غير صناعي. أي. طيب هي بتأثر على الحالة عند الرجل، الحالة الاجتماعية عند الرجل. فإحنا لابد من أن نراعي هذه المسألة ومراعاة هذه المسألة في أمرين اثنين، لأن المكون هنا أيضا في خلاصة القرع العسلي. خلاصة القرع العسلي المعروف طبيا في نشاط الرجل، ومعروف طبيا في إنزال حجم البروستاتا وفي توسيع المجرى. فهذا أيضا من ضمن المكونات الموجودة. إذا في حالة أن البروستاتا انكمشت ترجع الحالة الصحية عند الرجل، الحالة الاجتماعية، وفي حالة إن كانت هناك ضعف سيحسن الموضوع أو المركبات اللي موجودة حالة الرجل إذا كانت هناك بعض المشاكل. ولكن بعض الأمراض التي لا ربما لا تعالجها هذه المركبات بعيدة عن اللي إحنا مفكرين فيه. فليه دائرة الكلى والحالب؟ لأنه مرتبط في بعضه، وهذه المكونات وضعت بدراسة، وهذه المكونات لم نضعها مجرد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ولكن قلت وكأنما وضعت نصب عينيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لا أكون كاذب، حقيقة الأمر أنا لم أذكر الحديث في هذه النقطة، ولكن أنا نظرت إلى المشاكل المترتبة من البروستاتا فوضعت ما يؤدي بالنتيجة الحلوة والفعلية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التخلص من المعاناة الموجودة عند الرجل، إن كان صعوبة التبول، إن كان حالة اجتماعية، إن كان آلام في البول، إن كان كل ده وضعناه بالحسبان. وهذه كمسألة طبية، يعني إحنا لما نبحث الموضوع نبحثه طبيا، ولا شك ولا ريب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. الأمراض السرطانية يروح ضحيتها آلاف من البشر، ولكن ولله الحمد لا يعلم الغرب إن عند العرب من هو وصل إلى هذا الموضوع، ولله الحمد. أنا لا أذكر نفسي لأن أنا لا شيء بالنسبة للعلماء، ولكن أنا أقول فعلا حقيقة أطباء العرب وصلوا إلى أمور عجيبة، ولربما والله تجد بعض العشابين البسطاء وصلوا إلى علاجات لم يصلها فطاحل الأطباء.
والله هذه حقيقة أنا أذكرها يعني، ولربما تأتي علي الموضوع، يأتي على نفسي برضه، ولكن فعلا حقيقة التجارب تحتاج إلى بحث علمي، وأنا أسأل وأناشد أيضا إلى تطوير البحث العلمي، ولله الحمد جاري. تمام. اللي عايز عنده بحث علمي عايز يروح يعمل بحث علمي، موجود البحث العلمي. تمام. ما عليك إلا أن تخطو الخطوة، وهذه العلاجات الموجودة على الشاشة والله علاجات فعلية للغدة الدرقية، وعلاجات فعلية للبروستاتا، وأسأل الله يشفي الجميع. أمين يا رب. ويبارك في الجميع. أمين يا رب. ويبارك فيك إن شاء الله. الله يخليك. كنت سعيد مع حضرتك النهاردة وتشرفت بحضرتك. شكرا ليك دكتور لقمان، وأتمنى إن شاء الله زي ما وعدت إن شاء الله يكون معنا سلسلة حلقات للكشف عن الأطباء العرب، ونقول إن الأطباء العرب دول هم النوابغ فعلا. شكرا لحضرتك جدا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر للدكتور لقمان الحكيم، دكتور الكيمياء العضوية وقسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية. برنامج صحتك نعمتك إن شاء الله نشوفكم في حلقة قريبة إن شاء الله. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.